نناقش هذا الأمر إذن مع ضيفنا عبر الهاتف من تونس السيد علي الطياشي عضو الحزب الدستوري الحر. سيد علي، يبدو أن حجم الفساد في تونس الذي تم الكشف عنه متعدد الجوانب سواء داخلي أو في شكل اتفاقات خارجية مشبوهة، إلى أي حد يمكن للرئيس التونسي الآن السيطرة على كل هذه الملفات الفاسدة؟ شكرا. هو حجم الفساد استشرى منذ 2011 في جميع مفاصل الدولة وفي جميع القطاعات، آخرها ما رأيناه على مستوى البرلمان من تبرير لتصفيق قطر التي لم تستوفي الصياغة والإجراءات القانونية للمعاهدة باعتبارها أنها حسب اتفاقية فيينا لم تكن ممضاة لا من وزير خارجية أو رئيس حكومة أو رئيس الجمهورية التونسي، وبالمثل بالنسبة لدولة قطر أمضيت من طرف السيد وزير التنمية ويقابله مدير عام للصندوق القطري، وهذا مخالف القانون وإجراءات المعاهدات الدولية. فعلنا دستوريا إلى حد الآن لم نتنقى نتيجة رغم فوات الأجل المنصوص عليه قانونا، وهو المفترض أن يكون أقصاه 17 يوما، يعني المهلة تنتهي يوم 23 جويليا ويوم الإيقاع إلى حد الآن لم تكفي ذلك. هناك أيضا القانون المتعلق بالإنعاش الاقتصادي الذي رأينا فيه تسوية لوضعية، لكن سيد علي قبل أن نقفز على هذه النقطة، أليس قانونيا يجب أن يكون هناك برلمان تونسي يلغي الاتفاقات التي وافق عليها البرلمان السابق؟ هو ليس بهذا الشكل، لكن هناك هيئة مراقبة دستورية القوانين يقعوا تعمل لديها وهي التي تبث، أو أن لا يقع إمضاءها صراحة من قبل رئيس الجمهورية إن كان هذا الموضوع قد استوفى مراحل التعاون لدى الهيئة الوقتية المراقبة الدستورية. يعني هناك من الإجراءات ما يمكن به إلغاء هذه القوانين حالا، الاتفاقات حالا يعني. نعم نعم، يمكن من الإجراءات والكرة في الملعب الرئيس في إلغاء ذلك وعدم العمل به. يبقى أنه الملفات الفساد المتعلقة بالجمعيات وبتمويل الأحزاب وبتمويل الحركات والأحزاب المشبوهة وحملاتها الانتخابية، الفساد في جميع القطاعات فيما يخص الاحتكار أو التضخم المالي أو في غيره من القطاعات، هذه الملفات التي طلبنا بأنها تفتح وبكل جدية ومحاسبة المسؤولين عليها ومحاسبة أساسا رأس الفتنة اللي هي حركة الإخوان في تونس التي تسببت في هذه. يا سيد عبير موسى، طلبت الآن على الهواء بمحاكمة الراشد الغنوشي في كل ما اقترف من جرائم ربما أو تستر على جرائم. التستر على جرائم التسفير، جرائم التسيير السياسية، جرائم التمويلات المشبوهة، هذه ملفات موجودة، كنا أرسلنا بعضها إلى السيد رئيس الجمهورية، كنا فتحنا بعضها أمام القضاء ولكن حفظت بطريقة غريبة لعدم الصفة دون استيفاء الإجراءات والأبحاث التي هي محتمة قانونا. كنا طلب من فتح هذه الملفات، ننتظر ذلك. اليوم لا نرى اثرا او جديه في طرح هذه الملفات، سنبقى العين المراقبه والساهره من اجل فتح هذه الملفات الجديه، من اجل القضاء على اسس الخراب في تونس، من اجل القضاء على اسس الفساد في الاقتصاد الوطني. اليوم السيد قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه ربما فتح الباب امام بعض رجال الاعمال المتهمين ربما بالفساد او بتلقي اموال بشكل غير مشروع للتصالح او لاخذ اجراءات ربما لاعاده هذه الاموال في شكل تصالح مع الدوله التونسيه، الى اي حد يمكن ان يكون هذا الاجراء يعني يسير في طريق صحيح او يمكن ان يصل الى نتيجه مرجوه؟ يمكن لهذا الاجراء ان يصل الى نتيجه صحيحه، ولكن المشكل ليس هنا، لانه هذا الاجراء تضمن ملفات رجال اعمال ما قبل 2011، والحال انه هناك فساد اخر اكبر من هذا بعد 2011. نحن نطالب ب تطبيق الإجراءات القانونية على الكل سواء من فسد قبل 2011 أو من فسد بعد 2011، واعتقادي كون الملفات اللي بعد 2011 هي أكبر بكثير وأكثر حجما وأكثر دمارا باعتبار أن الدولة التونسية نالت هبات وقروضا وتمويلات ضخمة لا يعرف مسارها إلى الآن. طلبنا بإجراء التدقيق مالي في الأموال التي حصلت عليها تونس وأين صرفت باعتبار أنه لم نرى أثرا لذلك على التنمية أو على رفاهية الشعب أو على إنجاز مشاريع استثمارية مشانها أن تعود بالنفع على الشعب التونسي. طلبنا بالتدقيق لذلك، تبقى خطوة ولكنها خطوة منقوصة باعتبارها لم تشمل ما بعد 2011 وما حدث في البلاد التونسية. وطبعا الرقم كبير، نحن نتحدث عن حوالي 5 مليارات دولار تم نهبها كما قال الرئيس التونسي، وأيضا عن عدد كبير من رجال الأعمال أو من المتورطين عموما في عمليات الفساد عن حوالي 460 شخص،
ربما حولهم أيضا ما حولهم من مساعدين في الفساد أو متورطين في الفساد بشكل كبير. يعني هذه الدائرة المتسعة هل يمكن للجنة مكافحة الفساد أن تسيطر عليها؟ يمكن للجنة مكافحة الفساد أن تسيطر عليها، وذلك بالاعتماد على لجنة التدقيق. يبقى أنه الرقم الذي تم نهبه ما بعد 2011 أكبر بكثير من ذلك. هذا ما أقوله باعتبار المعطيات المتأكدة والمتوفرة، يعني أنه الاكتفاء بتلك المرحلة ليس كافيا في حد ذاته. الشعب اليوم خرج ضد حكم منظومة تقودها النهضة الإخوانية. هذه المنظومة تسببت في خراب وفساد اقتصادي. حجم الفساد المستشري منذ 2011 اكبر بكثير مما كان قبله، لهذا نطلب لجنه تدقيق مالي. نعم. ومساعده هيئه مكافحه الفساد لكشف الملفات الثقيله والخطيره جدا. يعني اليوم الرئيس التونسي تحدث عن محاولات البعض افساد او اتلاف بعض المستندات الخاصه بتورط البعض في عمليات فساد. المركز القضائي اليوم تحت سيطرة أو تحت حماية القوات المسلحة التونسية، ربما لعدم دخول أي من يحاول عمليات التخريب في الداخل. إذن كمستندات هي المسألة منضبطة في هذه اللحظات. ننتظر أن يتعزز ذلك. إجراء وقائي معمول به لتفادي الانزلاق نحو سرقة الملفات أو المؤيدات أو غيره. نعم. إجراء محمود، ونتمنى أن يتعزز في المستقبل القريب. سيد علي، تحدث عن الفساد الداخلي في تونس، 5 مليارات دولار نهبت من تونس، أم أيضا عن الأموال التي تم تلقيها من الخارج لصالح جمعيات أو منظمات أو لصالح حزب النهضة بشكل مباشر، وربما كانت بهدف إحداث قلاقل في تونس كالتي رأيناها في السنوات السابقة؟ نعم، نحن نتحدث عن الفساد المالي بجميع أنواعه، سواء ما تلقته أو ما جاء عبر الجمعيات التي تبقى تمويلاتها مشبوهة والتي جعلت لتبييض المال ولتبييض الإرهاب وغيره، وبالطبع الفساد الذي ساد قبل هذه المرحلة ومنذ 2011، يعني الفساد بجميع أنواعه سواء تسببت فيه الجمعيات أو الذي حصل في القروض والهبات التي وقع التحصيل عليها مخارج ولم تصرف في الميادين التي خصصت لها. نعم. طب اليوم السيدة عبير موسى، وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي حضرتك عضو فيه، تطالب الرئيس بمطالبات كثيرة بإلغاء اتفاقيات أو متابعة حالات الفساد، لكن لم نسمع من الأحزاب التونسية عن خريطة طريق ربما يتفق عليها لتقديمها للرئيس التونسي، كما فعل اليوم الاتحاد التونسي للشغل، هو يجهز الآن لخريطة طريق لعرضها على الرئيس. لماذا لم تفعل الأحزاب نفس الفعل؟ نحن كنا نعتقد أن السيد رئيس الجمهورية سيقوم بعرض خريطة طريق للشعب التونسي والمكونات السياسية لتونس، ربما لمناقشتها، ربما لتعديلها وكذا. نحن كحزب لدينا خطة طريق واضحة، لو طلب منا أن نقدم هذا فنحن مستعدون لذلك في كل وقت، ولكن أول نقطة في خريطة الطريق هو سيد علي، كنت أتوقع منكم كأحزاب تونسية أن تبادروا بعرض المساعدة على الرئيس وليس انتظار الطلب منه. نحن ليس لدينا أي مانع في أن نقدم أي خارج الطريق، لدينا خطة واضحة وجاهزة، ليس لدينا أي مانع في تقديم ذلك. طيب، يمكن أن تتحالفوا مثلا أو تنسقوا مع الاتحاد التونسي للشغل في هذا الشأن مثلا؟ الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريكنا في بناء الدولة الحديثة وفي النضال الوطني من أجل الاستقلال، ولا نرى مانعا باعتباره مكونا أساسيا وجوهريا في المجتمع التونسي. أشكرك على اتحال ضيفنا عبر الهاتف من تونس السيد علي الطياشي، عضو الحزب الدستوري الحر، كان ضيفنا من العاصمة التونسية.